ليتس ستارت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله احنا هنبدا بالكونتينيو انتجريشن فيريس ميثودز اوف انتجريشن اند هوبفلي وي ويل اند ذس تشابتر توداي ان شاء الله. In the previous lectures, we really did go through plenty of integration rules. مهمة قوي إن الناس خلال الفترة الجاية تذاكر كويس جدا الموضوع بتاع الانتجريشن لأنه مش complicated. خلي بالك الانتجريشن مش complicated بس الأيدياز والأفكار بتاعته it needs really إنها to be arranged. أحسن طريقة عشان ترتب بيها الافكار المختلفه بتاعه الانتجريشن انك تركز كويس قوي. انا عندي المجموعه الاول من الافكار الاساسيه معايا. بعدين احنا خدنا بعديها الافكار الاساسيه بتاعه الدوال ازاي اقدر يبقى عندي فانكشن واقدر سيت الفانكشن بتاعت بيها الانتجريشنز المختلفه. بعدين خدنا بعض الافكار دي التكنيكس بتاعت الانتي trigonometric functions. بعدين خدنا بعديها الاسامبشنز البسيطه اللي بقدر بيها ان انا تو بريك ا روت او سمثينج ان ذا بيج ستراكشر. كمان شفنا المين فورمز والمانيبيوليشنز والديفرنسز بتاعت اللي انا قلت لك عنها. انزل معايا النهارده اي ونت تو ستارت انتجريتنج وذ بارشال فراكشن اور وذ ذا يوز اوف بارشال فراكشنز. بارشال فراكشنز اكشلي اكزيست ان الجبرا. Partial fractions it handled the cases when you have a complicated fraction, actually a complicated proper fraction. Fractions in general, you have two types of fractions. You have proper fractions and improper fractions. The proper fractions are the fractions which the degree of the denominator is less than the degree of the denominator. But the improper fractions you will have vice versa. مو تمام؟ طيب الحمد لله. تفضل الله مش عارف. You will have the degree of the denominator is higher than the degree of the denominator. So first you will have to do division, then you will have to start making a partial fraction. ماشي، قول لي ركز معايا. تعال بص كده، لو انا بصيت على الفراكشن الاولاني لو بصيت على الفراكشن الاولاني هو بروبر. يعني ايه بروبر فراكشن؟ يعني الديجري بتاع الدنومينيتور از ليس ذان الديجري بتاع الدنومينيتور. This is the first point that I want you to understand. طيب ان ذيس فورم اتس نوت غانا بي انتجرال في الشكل ده مش هتعرف تعمل انتجريشن. لكن لو انا نجحت ان انا تو بريك ات تو بي سمبل اور مور سمبل فراكشنز هيبقى انتجرال. يعني بص الشكل ده كده مش هتعرف تعمل انتجريشن، مش هتعرف. لان الاف ماكس ما هوش الانتجريشن بتاع الدنومينيتور، مش هتعرف تعمله اي حاجه من الحاجات اللي انت خدتها قبل كده. لكن لو انا سكسيدد ان انا تو بريك ات انه يبقى a اوفر x ماينس a1 b اوفر x ماينس a2 c اوفر x ماينس a3 يبقى انتجرال جاست لايك ذات. لو انا جيت ابص على الكيس نمبر 2 خلي بالك انا عندي عندي واحد من البراكتس بتاعت الدنومينيتور از ريز تو ذا باور اوف 2 يعني مرفوع لباور كام؟ باور 2. ان سوتش كيس الاسامبشن بتاع الفراكشن ده يبقى على الوضع اللي حضرتك شايفه يبقى اكس ماينس اي 1 اكس ماينس اي 2 اكس ماينس اي 2 تو ذا باور اوف 2. بس خلي بالك ان دايما الرول بتاعت الاسامبشنز بتاعت البارشال فراكشنز ان الديجري بتاعت الدنومينيتور must be less than the degree بتاعت the denominator not more than one. لو بصيت على بتاعت كان عندك first degree لذلك انا حطيت denominator خلاص value يعني degree zero. تعال بص هنا انا عندي bracket was first degree والبراكت تاني second degree. بس البراكت السكند degree ده السكند degree نتيجه repetition of this bracket. This bracket is repeated to the power of two. من حقك في الوضع ده ان انا اريبيت البراكت بتاعي او اريد الريبيت الفراكشن ده واحط النومينيتور ريلاتيف للديجري بتاع واتس انسايد ذا براكت. يعني الدرجه اللي فوق يبقى ريلاتيف لدرجه اللي جوه البراكت ما يقلش عنه الا بكام؟ الا بمرة. ده اللي خلاني هنا برغم ان ده سكند ديجري احط فوق سي كونستنت وتش تديه زيرو. لكن السي ده انا بكمبيرت باللي جوه
على 3 مثلا على 70%. يعني معنى كده ان ده اكس ماينس اي 2 تو ذا اوف 2 اخليته بي على اكس ماينس اي 2 زي سي على اكس ماينس اي 2 تو ذا اوف 2. لو الباور ده ب 3 يبقى انا هريت كام مره؟ بص كده 1 2 3 هريت كام مره؟ 3 تايمز. طيب لو انا عندي بقى براكت الديجري بتاعته سكند ديجري من جوه مش اتس نوت ريليتد تو ذا براكت تو ذا باور اوف ذيس براكت. اذا ده حصل انت هنا اوبليك ان تخلي الديجري بتاعت النومينيتر تبقى فيرست ديجري كومبيرد للتايمز. طبعا الكيس اللي بعديها بيناقش لو انت عندك سكند ديجري وريبيتد هنا انا مجبر ان انا اكرر القوس وممكن يسمح لي ان الديجري بتاعت اللي فوق تبقى ريليتف اللي جوه البراكت. طبعا الجزء ده بيور الجبر، الجزء ده خاص بالجبر مش بالانتجريشن، لكن انا بستخدم ده الانتجريشن في التكامل. تعالى اتبعني على بعض المسائل البسيطه دي، انا عايز اتكلم وشوف انا ازاي هحلها. ازيك يا مرة؟ ازيك يا ادهم؟ ازيك يا اسرائيل؟ ازيك يا مستر ابراهيم؟ طبعا الاختبار بتاع حضرتك انت انجازاتك فيه كانت وعلى اروع، لكن الحمد لله اعتقد ان احنا المجموعه اللي موجوده عدت. انا هطلع لك الدرجات بس انا محتاج حد يمضي معايا، يعني محتاج ان هو سكند ساين من ون اوف اور كومبانيونز على اساس ان هو يبقى انترنال مودريتور تل الاكسترنال مودريتور او يو اتش مودريتور زي ما انت عارف. بيبقى الدرجات اللي انت بتاخدها في الوقت الراهن هي مجرد ليدنج، لكن افتر مودريشن بالنسبه سبجكت ان هو يحصل فيها ماينر تشينجز او ممكن تغير معايا يا شباب. لكن الحمد لله انتوا لحد ما واصل يعني درجات مش احسن شيء، لكن اتس اوكي. وانا اتمنى ان الناس تخلي بالها بعد كده من الميستيكس اللي انت عملتها في الاختبار ده. ومازن برضه الحمد لله عدى ما فيش مشكله يعني. خلي بالك بس ممكن نعرف درجات يعني. هتعرف بس مجرد ما حد يعني تساين مودريت معايا هبقى اطلعها لك على طول، هحطها على الموقع واخليك تشوفها يعني. بس خلي بالك انها حتى بعد ما تقعد على الموقع بتبقى سبجكت لمين؟ لماينور تشينج افتر المودريشن بتاعت اليو اتش. هذا ما سمعت انا بجاوبك. اوكي، السلام عليكم. الحمد لله كله لكن في عندنا ثلاثة ما نعرفهمش الخاص برضه هو مسؤول عن ذلك الاسبوعين. مش بقول ان الدرجات بتاعت الناس كويسه، الدرجات مش عاجباني طبعا، مش حلو خالص، مش تعجبك يعني. بس المهم ان انت شفت وجربت، واللي اهم من كده ارجوك لو سمحت امشي ورا، ارجوك امشي ورا. هرجع للمسائل بتاعتي، تعالى بقى تابعني. طبعا خلي بالك انا بقصر ان انت الليكتشرز بتاعتك تبقى ريكوردد، لان لو حصل ان حضرتك دخلت العاديه بجزء طبعا بتبقى مشكله مش عارف تمشي وراها. تعال بص على يعني مجرد الشويه اللي انا اتكلمت فيهم دلوقتي، اللي دخل ورايا هتبقى العمليه بالنسبه له كانت يعني لخبطه شويه. تعال معايا كده بص، انا عايز احل معاك الفيرست بروبلم وعايزك تشوف انا همشي ازاي في الستبس. ركز. From the first block بص له كده، بص لاول مساله دي اتس نوت انتجرال مش هفضل فيها حاجه. بص لها كويس. انا دلوقتي عايز اعمل انتجريشن لاكس بلس 1 بعدين اكس بلس 3 اكس بلس 5 ديجري بتاعت الدنومينيتور مالها؟ ثيرد ديجري. والديجري بتاعت الدنومينيتور ده في ايه؟ فيرست ديجري. طبعا اتس بروبر فراكشن. معايا؟ يعني ايه بروبر فراكشن؟ يعني الديجري بتاعت النومينيتور لسه الديجري بتاعت الدنومينيتور. بس اتس ريلي فيري كومبليكيتد انت ما بتعرفش تتكلم. ستوب ستوب بالنسبه للانتجريشن. انا هروح انتو الجبرا. انستد اوف هافينج انستد اوف هافينج خلي بالك اكس ديفايدد باي اكس بلس 1 تايمز اكس بلس 3 تايمز اكس بلس 5 انستد اوف هافينج ذس احنا هنا الجبرا وي كان ريبليس ات باي فولوينج اي اوفر x plus 1 plus b over x plus 3 plus c over x plus 5 زي ما حضرتك شايف. استنى بس انا عندك 5 دي كويس احسن من 3 10 يبقى ده x plus كام؟ x plus 5.
الجبرة انا اقدر اعمل ده اخلي اتفضل والاي بي سي دول كونستنتس كونستنتس انا هطلعهم دلوقتي بس خلي بالك من الادفانتج الكبير قوي مستني ان في الوضع ده بتسقط الانتجرال لكن لو انا خليتهم كده it is durable and really very easy in integration يعني ما هو انت فين المساله بتاعتك ده الفراكشنز بتاعتك صح كده لو انا قدرت اخلي ده يبقى بالوضع ده دول هيبقوا انتجرال ثانيه واحده تعالى اوريك ازاي اقسم الدرجه بتاعت الانتجريشن هو ده عباره عن انتجريشن لده يعني يبقى هو الانتجريشن بتاع الجزء ان انا كاتبه قدامك مستر مهند تعرف تنتجريت الفانكشنز دي في ثانيه اقدر الاولاني هيبقى ايه تايمز لان اوف اكس بلس 1 اللي بعديه هيبقى بي تايمز لان بتاع اكس بلس 3 اللي بعديه هيبقى سي تايمز لان اكس بلس 5 دونت فورجيت الكونستنت اوف الانتجريشن انا كده انتجريت في اسهل من كده في اروع من كده في الاول ده كان مستحيل كده لكن مجرد ما خليت ده على الوضع ده اصبح الانتجريشن بتاعك ديورابل وسهل جدا انا اود ريكومند ان لو انت في الامتحان جالك حاجه زي كده لو انت صوت في حاجه زي كده ان تست اور سمثينج فيرست ستيب اكتب ده سكند ستيب بليز بي كيرفول اباوت ذا اسامبشنز اكتب الاسامبشن صح الثيرد ستيب اعمل انتجريشن كده انت مش هتاخد الفول مارك لو ده محطوط عليه 5 ماركس بالوضع اللي انت كاتبه ده يعني مثلا لو عليه 5 ماركس بالوضع اللي انت كاتبه ده انا كده لازم اجيب ده وممكن اوصله مره طيب امتى تاخد الفول مارك بتاعتك؟ لو انت جبت الـ A والـ B والـ C صح؟ طيب الـ A والـ B والـ C صعب اجيبهم ولا سهل؟ في الشكل اللي قدامك ده مفيش اسهل من كده، طبيعي جدا يا ادم خليك معايا. كل اللي انا هعمله بصوا يا باشمهندسين ارجوك ركز معايا دقيقتين النهارده مش ينفع مفيش تركيز محتاج تركز معايا. بص كده انا هاخد الفراكشن طبعا شايف الفراكشنز اللي نزلت انا دلوقتي بعمل الجبرا ماليش دعوه بالانتجريشن. بص كده انا هاخد اكس مش انت اوريدي فارق ان الجزء ده بيساوي الفراكشن اللي هناك يعني ليفت هاند سايد بيساوي رايت هاند سايد. بص هعمل ايه؟ هضرب البوث سايدز ان ذيس دينومينيتور. لما اضرب البوث سايدز في الدينومينيتور ده ايه اللي هتشوف فيه مستوعبين؟ هتشوف ال A تايمز X بلس 3 في X بلس 5 بعدين بلس. هتشوف ال A تاني يا ريت خليك معايا كده. هتشوف ال B مضروبه في X بلس 1 تايمز X بلس 5. هتشوف A مستر مازن. هتشوف C تايمز x بلس 1 في x بلس 3. انا كلامي صح ولا غلط؟ مستر مهند كلامي صح ولا غلط؟ اكس الانتجريشن مالكش دعوه باللحظه. بص على بتاع الايه اللي بلازما ده انا كل اللي انا عملته رحت ماسك الدينومينيتور ده خط اليمن الثاني. لما تعمل كده يا علي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان ال 3 براكتس دول اتضربوا في الفيرست ريشيو x بلس 1 كانسل x بلس 1 يفضل عندك x بلس 3 و x بلس 1. هنا سيميلر بانك لما اخد ال 3 براكتس دول واضربهم في ده مين يكنسل مين؟ x بلس 3 ويكنسل x بلس 3 ريمينز x بلس 1 x بلس 5. صح يا راجل؟ برضه الثلاثه دول لما اخبطهم في الاخير x بلس 5 يكنسل x بلس 5 ويفضل عندك الايكويشن اللي موجوده قدامك ده ايدنتيكال ايكويشن او كوركت ايكويشن فور افري فاليو اكس يعني ليفت هاند سايد يساوي رايت هاند سايد فور افري فاليو اكس صح؟ حلو ده يبقى ده معناه انا ممكن استخدم اي فاليو اعمل بيها سبستيتيوشن اي ويل فايند ذا ليفت هاند سايد ايكوال تو ذا رايت هاند سايد خليك سمارت ان تشوزنج الفاليوز اوف اكس انا اف اي وير ان يور شو هروح على طول واخد اول رقم اكس بيساوي الروتس بتاعت الدينومينيتور يعني احط اكس بيساوي نيجاتيف 1 بعد ما استخدم اكس بيساوي نيجاتيف 1 اي ويل يوز اكس بيساوي نيجاتيف 3 بعد ما اعمل كده استخدم اكس بيساوي نيجاتيف 5 اكس ايكوال تو نيجاتيف 5 which are simply the roots of the denominator تعالي نجرب لو انا استخدمت نيجاتيف 1
اعملي سبستيتيوشن في الايكويشن ده بيبقى نيجاتيف 1 بيساوي هو ده في اكس بلس 1 ده في اكس بلس 1 يبقى كانسل ده في اكس بلس 1 يبقى كانسل ده الوحيد اللي مش كانسل لما اجي اعمل سبستيتيوشن هيبقى عندك نيجاتيف 1 بلس 3 نيجاتيف 1 بلس 5 وما تنساش ان دول مضروبين في مين هنا يعني من هنا تقدر تقول ان الـ A بيساوي نيجاتيف 1 ديفايدد باي هو نيجاتيف 1 بلس 3 دي كام؟ هو نيجاتيف 1 بلس 5 يدي لك 4 يبقى اذا النمبر ده اصبح من نيجاتيف 1 في 8 اخر حركه يعني بعد ما طلعت ده اروح جاي على البروبلم بتاعتي دي شايل الـ A وحاطط مكانه نيجاتيف 1 اوفر 8 حد فهم؟ نفس الخطوه تاني انزل اكس ده بيساوي كام؟ نيجاتيف 3 ستارت سبستيتيوتنج يبقى اذا لما اجي اعمل كده ده هيبقى نيجاتيف 3 لان ماشيين تكس دي بحط نيجاتيف 3 هرجع تاني مستر مهند سيب ماي لايك طبعا الجزء ده موجود فيه مين؟ اكس بلس 3 يبقى كانسلت الحته دي فيها اكس بلس 3 سوز لما جه كانسلت مين اللي مش هيبقى كانسلت؟ الجزء بتاع البي لما اعمل كده يبقى انت عندك نيجاتيف 3 بلس 1 which is simply نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 3 بلس 5 which is simply ب 2 كل دول تايمز البي which is governed to ان البي بيساوي نيجاتيف 3 ديفايدد باي نيجاتيف 4 يبقى دوت ب 3 اوفر 4 in a similar manner لو انا خدت نيجاتيف 5 this part is gonna be 0 this part is gonna be 0 but the third term is not gonna equal to 0 so you will end up having negative 5 equal to negative 4 times negative 2 which is 8 you have to have 8 6 that's c will equal to negative 5 divided by 8 خلاص انا هرجع من اشيل b واحط مكانها 3 over 4 اشيل c ده واحط مكانه نيجاتيف 5 اوفر 8 كده انت خدت فوقك. حضرتك معايا؟ شفت انا عملت ايه؟ انا جيت الاول ده ما كانش انتجرال مستحيل تعرف تعمله انتجريشن ما عندكش رولز هو انت ايه اخرك في الانتجريشن؟ فانكشن تايمز اتس دريفيتيف صح؟ هو ده اخرك الدريفيتيف اللي اكزيست اون ذا لامينيتور والدريفيتيف والفانكشن موجوده في النومينيتور اللي هو اللي لو الباور نوت ايكوال تو 1 بتطلعه فوق وتظبط الباور واحد تعمل ديفيجن على النيو باور صح؟ ده اخر الحركات اللي انت بتعملها مش كده برضه؟ طيب لما اجي هنا انا لاحظت ان الدريفيتيف بتاع الدينومينيتور اتس نوت ايكوال تو الدريفيتيف بتاع النومينيتور لذلك عملت الفكره واضحه؟ طبعا خلي بالك خلي بالك ان كل ده الجبرا لكن الدرجه الكبيره معايا ادهم الدرجة الكبيرة انت واخدها على مين؟ على الاسامبشن لان ده معناه انك فهمت الطريقة او فاهم انت هتعمل ايه؟ والديجري والدرجة التانية اللي وراها بتاعت الانتجريشن شوية الحسابات اللي تحت دي انا عارف انك هتعملها وده الجبرا صح كده؟ ملوش دعوة بالانتجريشن برضه خلي بالك اللي جنبها انا هكامل وذاوت ان انا هطلع الكونستنس وانت عندك الجزء بتاع البي دي اف موجود فيه ده بس عايز انعش الفكرة بتاعت الانتجريشن والاسامبشنز تعالى لي على بروبلم نمبر 2 بصوها كويس هتلاحظ ان ده بروبر فراكشن الديجري بتاع الدينومينيتور بكام؟ ب 2 والديجري بتاع الدينومينيتور بكام؟ يبقى هو بروبر فراكشن اعرف مش ده طبعا لو انت بصيت ببساطه جدا لنمبر 2 لبروبلم نمبر 2 انا زي ما قلت لك هتكلم عن الانتجريشن بسرعه اسامبشن والانتجريشن ده ليه يهمني تعالى شوف كده لو انا جيت دي هي عباره عن اكس سكوير الكلام ده ديفايدد باي بص كده ذا ديفرنس بين تو سكويرز يعني ده اكس بلس 1 اللي جنبها اكس ماينس 2 تايمز اكس بلس 2 all we have to do as long as ان الدينومينيتور is just simple brackets يبقى اذا على طول الحركه اللي بعديها اقول او فيرست ديجري brackets يعني يبقى ده a ديفايدد باي اكس بلس 2 then b divided by x minus 2 then c divided by x plus 1 نفس اللي انا عملته يا مهند انا اقدر اطلع ريزلتس في ثانيه لان اتفضل هو الباور ده مش هيأثر معانا في اي حاجه؟ اللي فوق هوا هوا؟ اه يعني ايا كان اللي موجود فوق ما بيتزنوش لا مش ما بيتزنكش ما هو انت لما بتحسب الحسبه بتاعتك بتطلع الفاليوز اوف a و b و c اللي هو once انك تو جيت a common denominator
الريزلت هتبقى باكس سكوير. يعني هو هي مترتبه. انت فاهمني؟ مترتبه والمساله اللي قبليها كانت كده. انت بتطلع النص هو انا لو عندي ده فراكشن بلس افراكشن بلس وماينس سيلف فراكشن. لو انا جيت اجيب لهم كومن دينومينيتور هيبقى بالشكل ده. انا بعمل عكس. اتكلم دي الفانكشن وانت معاك كومن دينومينيتور وانا بعمل ايه؟ بخسره لذلك اسمها بارشال فراكشن. تمام كده؟ طيب حلو جدا. وانس ان انا خليته كده، حد يعرف يعمل لي انتجريشن؟ احمد بيه. لو انا احمد بيه اعمل انتجريشن للي انت شايفه هتلاحظ ان الاولانيه اتس نوت انتجرابل. ما لهاش تكامل، ما لهاش انتجريشن، مش بتتبع رولز. لكن تعال بص على دول لو انا حبيت اعمل لهم انتجريشن ولا اروع. لان الديجري بتاع تحت بكام؟ فيرست ديجري. الديريفيتيف بتاع اللي تحت بكام؟ 1 اوريدي اكزيست. ما هو الاي دي اي تايمز 1. طب واللي جنبها؟ ديريفيتيف الدينومينيتور 1. صح كده؟ والوند اوريدي اكزيست على النومينيتور واللي بعديها زيك. يعني اذا ده معناه على طول ان انا اقدر دلوقتي اقول ان الانتجريشن بيساوي a تايمز لين بتاع x بلس 2 then b تايمز اللين بتاع x ماينس 2 بعدين c اللي هو ده تايمز اللين بتاع x بلس 1 بعدين كونستنت اوف انتجريشن وات ايفر انت عايز تحط شكله عامل ازاي. يبقى انا نجحت اعمل انتجريشن. بعد كده هعمل نفس الحركه اللي انا عملتها من شويه. ايه اللي انا كنت عملته بعد كده مهند؟ اروح واخد البتاع دي واخد البتاع دي واروح مالتبلاي بوث سايدز ذا كومن دينومينيتور. وقت ما اعمل كده الدينومينيتور ده مين يقف تاني؟ هيبقى اكس بلس 2 شيل اكس بلس 2. بعدين يجي الدرجه الترم اللي بعديه اكس ماينس 2 شيل اكس ماينس 2. هكتب لك الايكويشن مره كامله. بص كده هيبقى مالتبلاي بوث سايدز ذا كومن دينومينيتور. ده يفضل منه مين؟ اكس سكوير. طب دي اكس بلس 2 تروح مع اكس بلس 2. يفضل اكس ماينس 2 في اكس بلس 1. بعدين بلس. نفس الكلام. اكس ماينس 2 تخلع ده. يفضل من عندك هنا البي اللي هو تايمز اكس بلس 2 تايمز اكس بلس 1. ذن هيظهر عندك سي تايمز الاذر تو براكتس اللي هما اكس بلس 2 واكس ماينس 2. معايا يا ولدي؟ مستر مهند. يا ترى الاسامبشنز هتبقى ازاي؟ احط الاسامبشنز ازاي؟ احط اكس بتساوي مين؟ بعدين احط اكس بتساوي كام؟ بعدين احط اكس بتساوي نيجاتيف كام؟ اشمعنى دول؟ لان دول الروتس دول الدينومينيتور. في ايه ناقص؟ في ايه ناقص؟ اه ماشي اه انت فاهمني يعني؟ طبعا ده الايه اللي هو الاولاني واضحه؟ مجرد ما انا جبت الكونستانتس هروح جاي على السولوشن. ده السولوشن اشيل البي احط الكونستانتس اشيل البي احط الكونستانتس اشيل السي احط الكونستانتس. اصلا لو انت وصلت لغايه المرحله دي والمساله دي عليها 5 جريدز من حتى قبل ما تعمل اكسترا ستار هتاخد لك 4.5 او 5. بس كلامي واضح؟ طيب تعال بص على اللي بعديها لان اللي بعديها فيها فكره. ثانيه واحده خلاص انت في الدنيا لا انسب. طبعا بقيه المسائل موجوده معاك الساعه كام؟ الساعه كام؟ ها؟ 10 الا تلت. حلو طيب تعالى عايز افرجك دي هتبقى فيها شغل كتير. خليني اوريك الرقم 4. انهي واحده هتبقى فيها شغل كتير؟ خليني ابص على نمبر 4. ابص كده انا عايز تو انتجريت. طبعا الاول انا عايز احط الاسامبشن مفيش داعي اكتبها عشان عايز اكد على المعنى الاساسي. تعال بص كده هي انا اقدر اقول انها بتساوي انتجريت 3x بلس 2 دي اكس والكلام ده ديفايدد باي انا اي كان تيك اكس از ا كومن صح؟ انا مش ضايق ما تصحيش مني ابدا النهارده. خدي اكس از ا كومن يفضل عندك اكس سكوير بلس 2x خليني ازود هنا 3 معلش ويبقى هنا بلس 3 حاجه بالشكل ده. ماشي؟ بلس 3x انا زودت هنا بلس 3x لما اخد الاكس از كومن يفضل منها مين بس؟ يفضل منها سكوير. لا في فكره عايز اوضحها. طبعا لما اجي ابص على الشكل اللي موجود قدامك ده هنا انا مجبر في الاسامبشن
لان ده مش عارف اعمل له يعني الجزء اللي هو اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 3 انا مش عارف افكر ان هو يبقى 2 براكتس. فهنا مضطر ان انا اعمل الاسامبشنز بالشكل اللي انت هتشوفه. هاجي اقول الدينومينيتور انا ماليش دعوه بيه اللي هو 3 اكس بلس 2 وهو ديفايدد باي الاكس تايمز اكس سكوير الكلام ده بلس انتو اكس بلس 3. هنا انا مضطر ان يبقى عندي a ديفايدد باي x. بعدين خلي بالك كويس جدا انا لازم دي اخليها bx plus c divided by x square plus 2x plus 3. ليه مجبر اخليها؟ حد عنده خلفيه؟ انا قلت لك من اول الليكتشر ان انا عندي كونديشن لازم الديجري بتاعت الاسامبشن ما تبقاش ليفل الديجري بتاعت الدينومينيتور باي مور ذان 1. يعني لو ده سكند ديجري الاول لازم يبقى فيرست ديجري. معايا؟ الرول ده بيتكسر بس لو انت عندك براكت تو ذا باور 2 ابص على جوه. وده انا قلته في اول الليكتشر ريكورد معاك. طيب بالشكل اللي قدامك ده هل اقدر اعمل انتجريشن؟ اقدر. اقدر اعمل انتجريشن. وانا هتكلم على الحته بتاعت الانتجريشن، الكونستانتس انت تقدر تجيبها معاك موجوده معاك في البي دي اف. بس خلي بالك من الجزء بتاع الانتجريشن ده الحته اللي هناك دي قايمه على بتاع المره اللي فاتت. انت معايا؟ انت شفت بتاع المره اللي فاتت ده قايم على بتاع المره اللي فاتت. تعال بص كده ايه الانتجريشن؟ I want to integrate. انا عايز اعمل انتجريشن، ركز جدا معايا. اول واحده اتس فيري سمبل. لانه سمبلي هيبقى اي بيساوي سم كونستانت تايمز لينكس. خلصت. لكن انا مشكلتي دلوقتي ان انا افتكر ده شغل المره اللي فاتت ان انا عندي بي اكس بلس سي اللي هو ديفايدر باي ارجوك بص كويس اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 3. لو انت فاكره شغل المره اللي فاتت انا مش هعرف اعمل انتجريشن الا لما يبقى النومينيتور ده هو نفس الدريفاتيف بتاع الدينومينيتور. صح؟ هو دريفاتيف الدينومينيتور بكام؟ الصفر. ديريفاتيف الدينومينيتور بكام؟ ب 2x صح؟ بلس كام؟ انا عايز دي. عايز اشوف دي هنا. اخلقها. بص يا عم احمد ازاي اعمل اي حاجه انا عايزها. انا عندي هنا بي اكس بلس سي. انسى كيو سي. بص يا داليا كويس. انا هقول انتجريت. اتفرج على الحته دي جميله جدا جدا. خد البي از كومن. اهو او بلاش كومن. خد البي لوحدها. من الاكس هي بي في الاكس بس. بص كده انا هاخد بي اوفر 2 تايمز 2 اكس. هل كده في حد زعلان مني؟ هل الوضع كده في حد زعلان مني؟ ما عملتش حاجه، ضربت في فوق سنتها. طب وانت عايز مين كمان يظهر؟ بوزيتيف 2. طيب حلو قوي. بوزيتيف 2 ماينس 2. زعلان مني؟ الحركه اللي بعدين الكلام ده كله divided by ال x squared plus ال 2x plus 3. الكلام ده يتزاد. أرجوك ركز عشان ما تجيش في مكان. بص أنا هكسر ده. هقسمه. هاخد الحتة اللي أنا عايزها مع بعضها واللي أنا مش عايزه كله هرميه يبقى التاني. يقوم لما أعمل كده ده يعتبر b over 2. أعمل integration. أنا خدت ال b over 2 هضربها في الجزء ده بس. يعني هاخد البي اوفر 2 مره اضربهم هنا والبي اوفر 2 مره اضربها في نيجاتيف 2. براحتي لما اعمل كده ادي البي اوفر 2 بره يفضل جوه 2 اكس بلس 2 ديفايدد باي الاكس سكوير بلس 2 اكس بلس 3. بعدين يا شباب بلس فاضل هنا نيجاتيف 2 تايمز بي اوفر 2 هي نيجاتيف بي. ونيجاتيف بي زائد سي اتس ا نمبر. انت مش عارفه مش فارق معايا بس هو اتس اوفر وورد نمبر ا كونستانت. يبقى انت عندك هنا سي ماينس بي ديفايدد باي اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 3. كده حضرتك تعرف تعمل انتجريشن فوري. كده تعرف تنتجريت. ليه تعرف تنتجريت؟ لانك لو بصيت على الفيرست بارت ده سهل جدا مستر محمد لان كده الديريفيتيف بتاع الدينومينيتور اوريدي اكزيست اون دينومينيتور. فيبقى على طول لو انا بحاول اعمل له انتجريشن يعني لو بحاول اعمل انتجريشن لده
هيبقى P over 2 ln x squared plus 2x plus 3 بعدين plus الC minus B ده هيطلع برة ودي أصبحت integration using completing the square اللي أنا خدته المرة اللي فاتت فيخلينا B تبقى inverse trigonometric function لازم تراجع الجزء بتاع المرة اللي فاتت بتاع completing square طبعا المسألة أو البروبلم اللي موجودة قدامك دي is really very complicated مش أي حد يعرف يعملها بس خلي بالك خلي بالك إنك مجرد ما عملت البارشال فراكشن أنت خدت درجات يعني مجرد ما عملت الأسامبشن ده أنت كده خدت ليك درجة أو درجتين مجرد ما أنا كملت الجزء الأولاني صح خدت درجته مجرد ما أنت عملت المانيبيوليشن اللي أنت عملته دلوقت فهمتني إنك بتفهم وانك فاهم كويس جدا انك سيكن ان الدينومينيتور دريفيتيف يبقى اكزيست على النومينيتور فكده خدت الاثنين بتاعته اصبحت الحته مش صعبه بس فيها شويه في التكامل اللي هي بتاعت الكومبليتنج سكوير طبعا هتكملها تاخد الفول مارك بس ده لو 5 اوت اوف 4 لو انت وصلت لغايه هنا يعني لو هي 5 فروم 5 ماركس لو انت وصلت لغايه هنا تاخد الفول بس دي مش 2 5 اكيد دي لو جت مش هتبقى 5 لا بس دي حاجات كتير. ريجاردلس. ريجاردلس نسبة يعني. ماشي. طيب رابعا طبعا اللي انت شفته ده خلي بالك اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت انت شفت الانتجريشن باي مين رولز. شفت انتجريشن بيزد على الديفرنشيشن رولز. بعدين شفت انتجريشن يوزنج كومبليتنج سكوير. بعدين شفت انتجريشن يوزنج سبستيتيوشن. بعدين شفت دلوقتي integration using the partial fractions كل اللي انا عملته يا داليا وفي two functions مطلوبين في بعض كان في منهم relation كانت function times the derivative بتاعها كانت function in the denominator والderivative بتاعها على النومينيتور عشان كده بعمل لين صح كده؟ او ارفع فوق بسيطه اكبر واحد اسمه هور ديت الجزء اللي انا هكلمك فيه دلوقتي اخطر ما يمكن لانه ولازم في الامتحان مش هزار لازم لانك هتبدا تاخد حاجه اسمها انتجريشن باي بارتس تابعني قوي طبعا الجزء ده مكتوب عندك ناس جدا موجود عندك ريسورسز على كانفاس طبعا هنا انا كاتب نفس الكلام بالظبط انت عندك ده بروبر فراكشن هتعمل الاسامبشن بالشكل ده بس طبعا هنا انا لازم امشي بالترتيب المنطقي فلازم الاول اطلع الكونستنس بعد كده اعمل انتجريشن لكن انا فاهمك في الامتحان مش هتعمل كده اعمل انتجريشن الاول وبعدين بطلع مين؟ الكونستنتس. اتفضل. ازاي اعرف الجديد ده؟ نعم. ازاي اعرف الجديد؟ الباور بتاع نمبر اكس. هو انت عندك هنا كام اكس؟ يبقى ده فيرست دي؟ طب بس عندك هنا اكس تايمز اكس تايمز اكس. ماشي. طبعا الاسامبشنز مكتوبه انا عديت بيها. طبعا هنا انا حسبتهم هم انا عملت نفس الكلام بص جبت نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 5 وماشي بنفس الاسلوب بعمل بيه سبستيتيوشن سيبت الارقام عشان تبقى واضحه جدا قدام عينيك. وانس ان انا جبت ال 3 نمبرز عملت انتجريشن اهو A لم الروت الاولاني B لم اللي بعديه C لم اللي بعديه. برضه اللي بعديها بقيه البروبلمز اللي موجوده انا ما رضيتش اكتر هنا لان موجود في بي اف معاك. هي مجرد انك بتعيد نفس اللي يهمني جدا دلوقتي انتجريشن باي بارتس. مين بره؟ رؤيه انا بأكد على المعنى ارجوك جدا ركز معايا جدا انا خميتك الفتره اللي فاتت حسستك ان التكامل هو مش بحسسك هو فعلا كده التكامل فيه افكار كتير جدا وكل مجموعه بتمشي باسلوب مهمتك ونجاحك ان انتجريشن انك تو ديتيرمن which way you will follow طيب خلي بالك انا لسه قايل حاجه كل ما تشوف تو فانكشنز مالتبلاي بين ايتش اذر لازم يبقى في ريليشن بينهم يا ترى يا مستر مازن ايه الريليشن اللي هتكون بينهم؟ مش بيحبوا بعض لازم واحده فيهم هتبقى الديريفيتيف بتاع الاذر فانكشن صح كده؟ او ذير از ا واي فور يو تو سمبليفاي تو ريتش الهدف ده طيب if it didn't happen لو ده ما حصلش في الحاله دي انا بمشي على قانون خطير جدا اسمه انتجريشن باي بارتس يعني كل حاجه فشلت كل افكاري فشلت
ده نافع يمين ولا نافع شمال ولا تقلب فوق ولا تنزل تحت ولا تروح يمين، مفيش مقفول. في الحاله دي هبدا افكر الانتجريشن باي بارتس. طيب الانتجريشن باي بارتس بيقول ايه؟ بيقول if I want to integrate two functions f dash times g dash times dx. طبعا يا مستر احمد اي حاجه موجوده داخل العلامه دي والعلامه دي اي حاجه هنا هي اوريدي فانكشن حصل لها دريفيتيف، عشان كده انا كتبتهم اف داش وجي داش. بص بقى هعمل انتجريشن ازاي؟ choose one of them choose one of them and integrate it. انا هختار الاف داش اعمل له انتجريشن، هتلاقيني في اسلوب الكتابه بتاعتي بعمل سهم فوق يعني انتجريت وسهم تحت يعني ديفرنشيت. اللي عامل له سهم فوق يعني ده معناه ان انا هعمل له انتجريشن. يبقى انا هختار واحده فيهم تو انتجريت، انتجريت كده. لما اعمل لها انتجريشن يبقى بدل ما هي اف داش هتبقى بقت كام دلوقتي؟ اف انتجريت تايمز الثانيه زي ما هي بالظبط. ما تعرفش فيه. ما تعرفش فيها اي حاجه. بعدين ماينس ساين دي بتاعت اللو انتجريت وات الدي اكس. خلي بالك الفانكشن اللي حصل لها دريفيتيف تنزل تايمز. شايف الفانكشن دي؟ هل الفانكشن دي حصل لها اي حاجه زي ما فوق الاسم بتاعها؟ تعمل لها دريفيتيف. ده الانتجريشن بالعكس. بصوا له بليز، انا عندي two functions مضروبين في بعض. One of them I will choose to integrate and the other will be differentiated. واحدة فيهم تتكامل الثانية تتسلطة. واحدة to integrate and the second one to differentiate. The one you choose for integration it's gonna be f times the second one it will remain the same. You will do nothing. Then minus integrate the first of them which you already integrated it will enter the loop. The second will be differentiated once more. So it's going to be garbage. امتى بستخدم ده مستر زياد؟ بستخدمه لو كل الافكار اللي فاتت ما نفعتش. ابدا افكر فيها. طبعا كمان شويه بقى